أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مساحة جديدة تحاصرها المجاعة، إبو وصاب على رأس القائمة بعد محافظة الحديدة. في الخبر، التقى محافظ إب نائبة رئيس اللجنة العليا للإغاثة سميرة خميس لإطلاعها على تفاصيل المجاعة التي تحاصر عددا من مناطق المحافظة، في مقدمتها القفر وفرع العدين، فيما كان الأهالي في وصاب يواجهون منفردين اجتياح المجاعة لبعض المناطق هناك، وفي ظل تجاهل مستمر من قبل سلطة الميليشيا وعجز واضح من الحكومة ومنظمات الإغاثة. في زوايا الحدث لهذا المساء نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: تحديات الأزمة الإنسانية في اليمن في هذه اللحظة، وجهود المنظمات الدولية والحكومية في مواجهة المجاعة. بعد عامين من الحرب صارت البلد تمضي كل يوم نحو الكارثة. المجاعة التي كانت تهديدا تحذر منه منظمة الإغاثة صارت حقيقة تضرب عددا من المناطق في اليمن، وبعد أن كانت المجاعة في محافظة الحديدة هي الآن تنتقل بكل مأساتها إلى محافظة أخرى كإب وذمار، فيما محافظة أخرى تبقى في الانتظار إلى زمن لن يطول كثيرا في ظل استمرار تجاهل الميليشيا وصمت المنظمات الدولية وعجز الحكومة. في هذه الحلقة نستضيف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتورة سميرة خميس، والمتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، وأحد الناشطين من محافظة إب. قبل أن نبدأ الحلقة وقبل أن نبدأ النقاش، نذهب لمتابعة هذا التقرير. تتسع خارطة الفقر في اليمن كل يوم بعد عامين من الحرب. لم يعد الأمر مقتصرا على محافظة الحديدة وحدها، والتي صدمت اليمنيين بتلك الصور المرعبة القادمة من هناك خلال الأشهر الماضية، إذ أن محافظات جديدة باتت تسير على ذات الطريق. في محافظة إب وسط اليمن باتت المجاعة تحاصر مديريات بأكملها، كما هو الحال في وصاب بمحافظة ذمار أيضا، ولن يمضي وقت طويل حتى تغطي المجاعة كامل مساحة البلد بحسب تقديرات المنظمات الدولية التي ترسل التحذيرات ونداءات الإغاثة منذ فترة طويلة. وبحسب محافظ إب فإن المجاعة تحاصر مديريتي القفر وفرع العدين، مطالبا لجنة الإغاثة الحكومية سرعة التدخل لإنقاذ المدنيين في المديريتين وغيرها من المناطق التي تفاقمت فيها الحالة الإنسانية جراء استمرار الحرب. في وصاب تنادى الأهالي بجهودهم الذاتية في محاولة لمواجهة المجاعة التي باتت تهدد الكثير من الأسر في بعض المناطق هناك، إلا أن تلك الجهود لن يكون لها القدرة على مواجهة تفاقم الحالة إذا ما استمر غياب دور منظمات الإغاثة والدور الحكومي. تقارير دولية تؤكد أن أكثر من 80% من اليمنيين باتوا بحاجة لمساعدات غذائية، في حين لم تعد سلطة الميليشيا تكتفي بتجاهلها لهذا الوضع الإنساني الصعب، بل أكثر من ذلك تقوم بنهب المواد الإغاثية التي ترسل من بعض الجهات الإغاثية والداعمين المحليين، وتحويل قوافل الإغاثة إلى مخازن الميليشيا لنقلها إلى جبهات القتال كمجهود حربي، كما تؤكد كثير من التقارير والشهادات من الناشطين في المجال الإغاثي. أما الاستجابة الدولية تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن فتبدو في حدها الأدنى، ولا تتناسب مع حجم التحذيرات التي تطلقها منظمات الإغاثة الدولية، فيما يبقى اليمنيون وحيدين في مواجهة جريمة الميليشيا في الداخل وصمت العالم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة مع الصحفي عادل عمر الذي ينضم إلينا من محافظة إب. مرحبا بك سيد عادل. مرحبا أختي العزيزة. سيد عادل، الآن تتحدث الأنباء عن مجاعة في بعض مديريات محافظة إب، هل من تفاصيل أوضح حول هذا الموضوع؟ طبعا محافظة إب وبلا شك تعيش وضع إنساني صعب قسوة بقية المحافظات إن لم تكن أكثر يعني مأساوية. فهنالك مناطق تتضرر وتتفاوت النسبة من منطقة إلى أخرى. هنالك مسوحات تمت لبعض المناطق، ومنها مديرية فرع العدين ومديرية القفر، تعتبر هاتين المديريتين طبعا أشد المناطق فقرا وحاجة بالنسبة لجميع الخدمات التي تترتب في الدواء والغذاء بدرجة أساسية. هنالك مديريات طبعا مختلفة، لكن هذه المديريتين تعيش حالة صعبة جدا بالنسبة للوضع الاقتصادي، تفاقم كثيرا. وهنالك في مديرية فرع العدين منطقة المسيلة
وايضا في محافظه في مديريه القافر هنالك منطقه بني مهدي وبني ساوي وعز حمير ومد حجين. مديريه القافر تعاني من وضع صعب جدا. المواطنون يحتاجون الى الغذاء الى الدواء، يحتاجون الى الخدمات الصحيه. هنالك حاجه كبيره جدا وملحه في الوقت الحالي لإنقاذ هؤلاء السكان. نعم سيد عادل، هل هنالك أي جهات محلية قامت بإحصاء هذه الحالات وبعمل نداء للحكومة أو سواء إلى سلطات الأمر الواقع ولأي جهات لإغاثة هؤلاء؟ طبعا سلطات الأمر الواقع قامت مؤخرا بتسليط الضوء على مديرية فرع العدين. نعم. واليوم اظن اعتقد عقد مؤتمر صحفي الممثل المقيم للامم المتحده للشؤون الانسانيه جيني نيكول ديك، واوضح فيه ان هاتين المديريتين وان مناطق كثيره حوالي 18 مديريه تنتشر فيها الكوليرا. نعم. حسب ما صرح به الممثل المقيم للامم المتحده للشؤون الانسانيه، واكد ان هنالك حوالي 50% من المنشات الصحيه تفتقر تماما الى المعدات والى الدواء والى ما يمكنها من تاديه دورها. هنالك احتياج كبير ايضا للغذاء. الامم المتحده للاسف لديها تقارير وتعلم بالوضع الانساني الذي يعيشه السكان في هذه المناطق، لكن تحركاتها لم تلمس حتى الان ولم يلمس المواطن دور كبير او دور ايجابي لهذه المنظمات الدوليه وايضا منظمه الغذاء العالميه كذلك. وكل ما في الامر هو بعض المبادرات الانسانيه والجمعيات التي تحاول ان تسهم في تخفيف هذه المعاناه التي المت بهؤلاء. نعم سيد عادل، هل هنالك اي ربما هنالك تفضل هنالك دعوات وجهت من قبل مبادرات شبابيه ومن قبل مؤسسات وجمعيات الى مد يد العون والمبادره لانقاذ هؤلاء الناس في هذه المناطق. وكما قلت لك سابقا ايضا لا تقتصر المساله على منطقه او مديريه فرع العدين ومديريه القافر فقط، ولكن هنالك ايضا في مديريه المشنه، المدينه القديمه، مدينه عيب، هنالك حالات كثيره من الاسر التي تعاني من الحاجه وتعاني من الحرمان. وكما اسلفت سابقا ان المساله تتفاوت من مديريه الى اخرى، وربما ان الجهود التي تقام من قبل فاعلي الخير ومن قبل الدعوات التي يوجهها الناشطون للمساهمه في تسيير حملات اغاثيه وتوفير سلال غذائيه لهؤلاء المواطنين قد تكون مؤقته نوعا ما ولن تشمل بالتالي كل المتضررين والمحتاجين، لكن هنا لابد من وقفه صادقه وجاده سواء من قبل الحكومه الشرعيه او من قبل سلطه الامر الواقع او من قبل المنظمات المدنيه ومنظمات المجتمع المدني، الجمعيات، كل يتحمل مسؤوليه في هذا التوقيت بالذات للاسهام بتخفيف المعاناه عن اولئك الناس الذين عانوا من الحرمان طيله فتره طويله وتفاقمت معاناتهم أكثر في هذه الفترة الأخيرة. نعم، إذن عادل عمر الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من إب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن تنضم إلينا من القاهرة المتحدث الإقليمي باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة. مرحبا بك سيدة عبير. مرحبا بك وبمشاهدينك. أهلا بك سيدة عبير. مناطق جديدة تواجه خطر المجاعة في اليمن، ما تقييمكم لمستوى الخطر الإنساني في اليمن في هذه اللحظة؟ طبعا الأوضاع في اليمن هي يعني تتسم بالسوء وعلى الأخص في مجال الأمن الغذائي منذ فترة طويلة، ولكن آخر للأسف يعني من آخر إحصائيات لدينا تشير إلى أن هناك بعض المناطق وعندنا طريقة وهي الإنذار المبكر لعملية المجاعة. بتشير طبعا آخر التحقيقات التي حدثت في شهر أكتوبر أن بعض الأشخاص
ربما يعانون من مرحلة التي نطلق عليها الكارثية، وهي المرحلة الخامسة عند النظام المتفق عليه لتحديد يعني معدلات سوء الأمن الغذائي الشديدة. فما بين أكتوبر 2016 لمايو 2017 هناك بعض المناطق في اليمن التي تعاني معاناة شديدة ومن يعني إدخال المساعدات الإنسانية لها يبدو يعني أمر في منتهى الصعوبة، وبالتالي هذه المناطق بها بعض الناس الذين يعانون من أحوال إنسانية كارثية وعلى الأخص في مجال الأمن الغذائي. وبالتالي نحن بالإضافة إلى هذا يعني حتى قبل هذا التصنيف نحن نعلم أن اليمن بها أكثر من 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وبها 9 محافظات مصنفة على المستوى الرابع وهو مستوى الطوارئ في تقييم الأمن الغذائي. المستوى الرابع هو خطوة واحدة تبعد عن إطلاق أو إعلان مجاعة في هذه المناطق. نعم، يعني إذن الوضع طبعا في منتهى السوء منذ فترة. نعم سيدة عبير، إذن حسب إحصائياتكم هذه ما هي المناطق الأكثر تعرض لمخاطر المجاعة في اليمن في الأيام الماضية؟ شهدنا مجاعة حادة في الحديدة والآن في إب وفي وصاب في ذمار وفي تعز، وهذه التي تحدثت عنها الإنذار المبكر، ما هي النتائج التي نتجت عن هذا الإنذار لهذه المناطق التي تعاني من سوء التغذية والمجاعة؟ أنا كما ذكرت هناك 9 محافظات تعاني من أو يعني مصنفة على المستوى الرابع أو على المرحلة الرابعة من تصنيف الأمن الغذائي، بما في ذلك طبعا الحديدة، تعز، إب، يعني 9 محافظات. أعتقد بعض يعني بعض المناطق في هذه المحافظات، على سبيل المثال منطقة التحيطة في محافظة الحديدة بها ارتفاع نسبة كبيرة ما بين سوء التغذية ما بين الأطفال، وبالتالي في هناك بؤر مثل طبعا كثير من المناطق في داخل تعز. هذه المناطق نعتبرها بؤر بها مشكلة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي الشديد، الذي ربما يعني إذا لم نستطع تدارك الموقف بصورة سريعة ينحدر إلى مرحلة المجاعة. ما الذي ستقدمونه لهذه المناطق وإزاء هذا الوضع أنتم في برنامج الغذاء العالمي؟ طبعا برنامج الأغذية العالمي بيعمل في اليمن منذ فترة، بيتم تقديم مساعدات غذائية إلى حوالي 6 ملايين شخص كل شهر، ولكن حتى نصل إلى 6 ملايين شخص بنضطر إلى أن نعطي كل أسرة نصف ما تحتاجه من المساعدات، يعني ما يكفي ل3 ملايين شخص بيتم توزيعه على 6 ملايين شخص لضعف التمويل. البرنامج سيستمر في داخل عمله في داخل المناطق في كل المناطق التي نعم. تحتاج المساعدة في اليمن. نعم، إذا سيدة عبير ما هو السبب الذي يجعلكم تقومون بتقسيم المعونات التي توصلونها للمحتاجين؟ لماذا لا يتم يعني إيساعها بحجم الحاجة؟ هل هناك مشكلة في الدعم وإلى ما ذلك؟ ما هو متوفر بالبرنامج الأغذية العالمي في ظل الموارد المتاحة يكفي احتياجات 3 ملايين شخص بوجبة غذائية أو يعني حصة غذائية كاملة، ولكن كما ذكرت الأعداد كبيرة، 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، هذا يعني أنهم لا يستطيعون توفير ما يحتاجونه من المساعدات الغذائية. ونحن هنا نتحدث حتى عن 7 ملايين شخص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وبالتالي إذا ركزنا فقط على 3 ملايين شخص يبقى هناك 4 ملايين شخص لن يستفيدوا من أي مساعدات، ومن هنا هناك عملية تقسيم السلل الغذائية حتى نصل إلى جميع من أو يعني إلى عدد أكبر مما يحتاجون المساعدات، حتى إن كان هذا بوجبة أو بحصة غذائية أقل. طبعا هذا سببه الأساسي ضعف التمويل. البرنامج طبعا بيعمل بصورة واسعة مع كل الدول المانحة، هناك يعني محاولات مستميتة للوصول إلى كل دولة مانحة للحصول على
تمويل أكبر، ولكن حجم الأزمة كبير. وطبعا تمويل نحن نحتاج إلى حوالي 450 مليون دولار من هنا حتى آخر العام حتى نفي بكل الاحتياجات. نعم، لقد ماذا عن مركز الملك سلمان للإغاثة؟ أنتم أعلنتم قبل يومين تسلمكم مبلغ 10 ملايين دولار لدعم جهود مواجهة المجاعة في هذا المجال. ألا تسد السعودية العجز في الدعم للمنظمة؟ طبعا مركز الملك سلمان قدم الكثير من التمويل إلى برنامج الإغاثة العالمي بما في هذا العشرة مليون دولار الأخيرة، والتي نهدف بها الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الغذائية العاجلة، وعلى الأقص المواد الغذائية المكملة للأطفال في الحديدة وفي التحيطة وهذه المناطق التي ذكرتها. ولكن أنا كما ذكرت البرنامج الأغذية العالمي بيحتاج من الآن حتى شهر أبريل المقبل 459 مليون دولار حتى نستطيع إلى كل من يحتاج إلى المساعدة في داخل اليمن. المركز الملك سلمان قدم الكثير، 10 ملايين دولار طبعا هي مهمة جدا وستساعدنا في الدخول إلى كثير من المناطق في الحديدة وتقديم المواد الغذائية المكملة. نعم، إذا سيدة عبير، هذا المبلغ الذي ذكرتي الذي أنتم بحاجة إليه، هل تتوقعون الحصول عليه؟ هل هناك أي مساعي للحصول على هذا المبلغ؟ طبعا هناك مساعي بصورة مستمرة مع كل الدول المانحة، ولكن ليس هناك أي نوع من الضمانات أننا سنحصل على هذا المبلغ. نعم، ماذا عن الدول الراعية للوضع في اليمن؟ هل هنالك مساعي تقوم بها إذا هذا الوضع؟ أي وعود؟ أي نعم، وعود للتمويل أو وعود سياسية؟ وعود للتمويل طبعا. طبعا الوعود، وعود التمويل، يعني نحن على تواصل مع جميع يعني العواصم الرئيسية في العالم لضمان تقديم هذا التمويل، ولكن مع التغيرات السياسية التي يشهدها العالم ليس هناك أي نوع من الضمانات. حتى العالم الآن بيشهد تغيرات في القيادات السياسية، ولا نعلم ما يعني هذا في المراحل المقبلة بالنسبة للتمويل للعمل الإنساني، ليس فقط لليمن ولكن لكل الدول التي تحتاج المساعدات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، سواء كان هذا اليمن، سوريا، العراق، نعم، ليبيا. وبالتالي الوضع هناك أيضا يعني على علامة استفهام على المستقبل. نعم، ماذا بالنسبة لعملكم في الميدان؟ ما هي أبرز العوائق التي تواجهونها ألات يعيق الوضع السياسي الجاري من وصول المساعدات إلى المحتاجين؟ طبعا الوضع السياسي وعدم الاستقرار في اليمن يعني هو أكبر العوائق التي تقف في طريق برنامج الأغذية العالمي للدخول للكثير من المناطق. هناك تعقيدات طبعا إدارية، الدخول من منطقة إلى المنطقة، الوضع الأمني الغير مستقر في كثير من المناطق. طبعا بالإضافة إلى أن حل أزمة اليمن ليست في فقط توزيع مساعدات غذائية، حل أزمة اليمن في توقف الصراع الدائر وأن يكون هناك استقرار سياسي، لأن لم يكن يعني في المستحيل أن تستطيعي تقديم مساعدات غذائية بصورة مستمرة لنصف سكان هذا البلد. وبالتالي الحل السياسي وإنهاء الأزمة بصورة سريعة هو ما يعني المخرج الأساسي لنا ولكل الشعب، أفراد الشعب اليمني. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبير عطيفة، المتحدث الإقليمي باسم برنامج الغذاء العالمي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من الرياض الأستاذ رشاد الحميري وكيل محافظة إب. مرحبا بك سيد رشاد. أهلا وسهلا أستاذة الكريمة. أهلا بك سيد رشاد. محافظة إب الآن من ضمن المناطق التي تواجه خطر المجاعة، هناك بعض المديريات الآن فعلا هي فيها المجاعة، أنتم كيف ستتعاملون مع الوضع في الحكومة؟ تعاني مديرية صنعاء العدين والعدين ومديرية القفر من مجاعة شديدة
من نوع المواد الغذائيه مجاعة تحت خط الفقر. يعيشون هذول اكثر من 20,000 اسره تعيش تحت خط الفقر. وقد التقى الاخ المحافظ امس في نائبه رئيسه المركز الاغاثه ومركز الملك سلمان للاغاثه، ووعد الاخ المحافظ بارسال اغاثات عاجله ان شاء الله تعالى. إذا ما هي هذه، كيف ستصل؟ هل هناك خطط، هناك معالجات عاجلة تمتلكها الحكومة ستنفذها خلال الأيام القادمة؟ إن شاء الله ستتمكن الحكومة القادمة بمعالجة هذه الظاهرة للإغاثة للمواطنين في مديرية الفرع والقفر ومديرية العدين، وقد وضعت خطة لهذا الأشياء لدراستها، وإن شاء الله في القريب يجد يغاث المواطنين. لكن مراكز الإغاثة هي تعاني أصلا من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق نظرا لأنها تقع تحت سيطرة الميليشيات. وصلت مراكز الإغاثة بعضها فتقوم الميليشيات بمصادرتها. نعم سيد رشاد، برأيك ما الذي أدى إلى ظهور مثل هذه الحالات وظهور المجاعة في هذه المناطق؟ لأنهم يقعون تحت حكم ميليشيات، تحت حكم الميليشيات. هم اصلا لن يهمهم الا انفسهم فقط وعوائلهم واسرهم، لذلك لا يستطيع المواطن ان يعيش تحت ظل هذه الميليشيات. نعم، الا ترى ان انقطاع الرواتب لمده 3 شهور على التوالي ساهم بظهور هذا الشيء؟ هذا عامل رئيسي، انقطاع الراتب اصلا عامل رئيسي لتوقف الاسواق، توقف المعيشه، توقف الحياه. الإنسان أغلب المواطنين يعتمدون على رواتبهم العسكرية. أو لا تتحمل الحكومة أيضا مسؤولية ذلك؟ إن شاء الله الحكومة ستصرف الرواتب، وابتداء من هذا الأسبوع قد وجه الأخ رئيس الجمهورية وشكلت أكثر من 6 لجان، كل لجنة يرأسها واحد من الوزراء، وسيتم صرف المرتبات في خلال هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. نعم، إذا السيد رشاد الحميري وكيل محافظة إب كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، كان من المفترض أن يكون معنا من الرياض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ونائبة رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتورة سميرة خميس، ولكن لم يحالفنا الحظ لأن تكون معنا في هذه الحلقة لأنها لم تقم بالرد على اتصالاتنا. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكركم على المتابعة وأشكر ضيوفي. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من الإعداد من زميلي كمال حيدر. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.